فحكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. أما التبرك فمن اعتقد أن هذا الذي يتبرك به يعطي البركة أو يجلب البركة فهذا أيضا شرك أكبر مخرج من الملة. يعني زول يتبرك بقبة أو بضريح أو بموية بتاعت وضو بتاع شيخ ويعتقد أنه الشيخ ده هو فيه البركة وجاب البركة هو، فده شرك أكبر مخرج من الملة برضه. وغالبهم بيعتقدوا كده بالمناسبة أنه التراب الشالو ده هو البركة بتاعت الشيخ والشيخ جاب البركة وكده.